نفذت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بمديرية نهم شرقي صنعاء بتزامن مع تواصل المعارك العنيفة في الجبهات، وذلك بحسب ما ذكرت وسائل إعلامية. واستهدفت مقاتلات التحالف مواقع تمركز الميليشيات في منطقة الحول فيما تواصلت المعارك العنيفة في مواقع عدة بالمديرية.